السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة برين تيست. إذا كنتم من المتابعين الجدد فمرحبا بكم، وضعت زر الاشتراك لتتوصلوا بكل جديد. ساعدوا في التغلب على هذا الصباح الممل. كما تشاهدون هذا الموظف يعمل على الحاسوب لكنه يشعر بالملل، لذلك نحن نقوم بإعطائه بعض المشروب الذي سينشطه. نضغط على هذا الزر الأحمر الذي تشاهدونه على الإبريق حتى يسخن الإبريق، ثم نأخذ هذا الإبريق إلى الفنجان ونكب الحليب، ثم نفتح هذا الدولاب ونأخذ الشوكولاتة ونضعها في الفنجان، ثم نرفع الفنجان إلى فمه ليشرب الحليب بالشوكولاتة. نلتقي في المرحلة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.